بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما بعد، اتفقنا يا كرام أن درس اليوم سيكون نموذجا تطبيقيا تدبريا، تمام؟ ويعني اتفقنا على أننا سنتدبر هدايات الآية 177 من سورة البقرة. أي صفحة في المصحف؟ 27. اللي ما معه مصحف يخلي بإيده مصحف، النظر في المصحف عبادة، والتدبر من خلال النظر في المصحف أعون. وما أنا لكم إلا ناصح. الآن أول شيء، إحنا لما بدنا نقرأ آية شو بدنا نعمل؟ تنزيل على اللسان. فأول شيء نقرأ الآية. قرأنيها يا شيخ ماهر بعد إذنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق. جزاك الله خير. تمام، الآن تنزيل على اللسان. قرأنا الآية، شو بدي يجي بعدها؟ تنزيل على الذاكرة. هذا إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، ما في إشكال، فرض كفاية. بعدها شو بده يجي؟ فرض العين، تنزيلها على العقل، تنزيلها على القلب. وهذا إحنا اتفقنا، حضراتكم حضرتوا أنفسكم، قرأتوا هذه الآية. الآن السؤال الذي يجب أن يطرحه كل واحد منا على مين؟ على نفسه. ما الذي يريده الله عز وجل مني حينما أرسل الوحي الأمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغ هذه الرسالة لكتاب الوحي حتى يكتبوها، ثم قام الصحابة بحمل هذه الأمانة وهذه الرسالة كابرا عن كابر وجيلا عن جيل حتى تصل لي، حتى وصلتني هذه الرسالة. ماذا يريد الله عز وجل مني؟ ما هي الهدايات العملية التي يريدها الله عز وجل من هذه الآية؟ طبعا نحن الآن، أنا قلت لكم برفع اليد، والذي يتكلم فكرة، الذي يتكلم بعده يتكلم بفكرة غير الأولى حتى ما يصير فيه شو؟ في تكرار. فما هي الهدايات العملية في هذه الآية؟ أنت تفضل أبو محمد، أعطيني فكرة واحدة بس. ما معنى هذا الكلام؟ كلامك صحيح. ما هو الشيء العملي يعني بمعنى ذلك؟ راح ممتاز أبو محمد، ممتاز، جميل. أول هداية من الهدايات العملية، أنت قلت كلمة ليس الخير. الآية قالت ليس البر. شو هو البر؟ تفضل. أحسنت، التوسع في الإحسان. لذلك قالوا البر هو أشد الإحسان. لذلك نحن ماذا نقول؟ بر الوالدين. بعض الناس يفسرون شيء يقول لك الإحسان إلى الوالدين، لا، بر الوالدين شدة الإحسان إلى الوالدين. يعني الإحسان درجات، أعلى درجة في الإحسان شو تسمى؟ تسمى البر. فليس هذا البر أن تتوجه إلى قبلة شرقا أو شمالا. معنى ذلك ليس
البر وليست شدة الإحسان في الشكل. شو؟ هاي فكرة ثانية خليها شوي بتحكيها هسا. ليست في المظاهر الشكلية، ليست أني ساتر العورة، ساتر العورة بثوب أبيض بثوب أسود بثوب أحمر بثوب، ليست في الشكليات، ولكنها في شو؟ في المضامين. ليست في الوسائل ولكنها في الغايات. إحنا ليش بنتوجه للكعبة؟ هدف التوجه للكعبة وسيلة. أحسنت أبو محمد، هاي فكرة تمام؟ ليست العبرة بشو؟ بالشكليات، ليست العبرة بالمظاهر، ولكن العبرة بشو؟ بالمضامين والنتائج. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله شو؟ التقوى منكم. تمام، هاي هداية من الهدايات. مين في عنده هداية ثانية؟ تفضل شيخ، ما أنك ذكرتها. عندما أتى سياق البر ليس البر أكون وجود قبل المشرق والمغرب، أي أن علاقة القبلة كان سهل جدا، يعني الإنسان أن يغير القبلة من بيت مقدس أو الكعبة، فكان هذه من الأمور سهلة. أما الأمور التي هي إن شاء الله عليها يعني وجه الإنسان بسبب الصدق والأمانة والخير. جميل، وضحت الفكرة، أحسنت. شو اسمك شيخ؟ يا حي الله. لاحظتوا يا كرام، في ناس قال والله أنت تتوجه للقبلة ولا تتوجه للمشرق ولا تتوجه للمغرب، شغلة بسيطة بس اقلب شو حركتك، والله ألبس قلابية ولا ألبس بنطلون وقميص ولا ألبس، شغلة بسيطة جدا تمام. أروح على الحج والله راكب ولا ماشي ولا لكن وين الصعوبة؟ وين المشقة؟ وين الفضيلة؟ لما تتحقق بهذا، أن تخلص وتتقن الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين. طب يكفي هذا؟ لا، يأتي بعده ما هو أعلى، تؤتي المال، والمال شو؟ على حبه في الأصناف التي ذكرت في الآية، بس هيك تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة. إذن هذه هي يسمونها عزمات الدين. شو؟ فبعض الناس يتمسك من الدين بقشور، ربي لحيتك، حف شواربك، قصر ثوبك، استعمل سواك، الحمد لله. هذا الدين، هذا الدين ما شاء الله، يا سلام على هالدين، هذا دين تفصيل. هذه أمور هامشية في الدين بالمشرمح يعني، ومشان ما واحد يجي يتفزلك علينا ويقول لنا شو قصدك هامش ومركزي، ايه فيد بالدين هامش ومركزي. هل الفرض مثل النافلة؟ هل تستطيع أن تقول لي فريضة الفجر مثل صلاة الضحى؟ هل تستطيع أن تقول لي الحج مثل العمرة؟ هل تستطيع أن تقول لي صيام رمضان مثل صيام ستة من شوال؟ نعم، الدين درجات والدين مراتب، وهذا القاعدة فهموها يا كرام، هذه من أهم القواعد التي إذا فهمناها فهمنا الدين. نحن لا نستخف بالسنن، ولكن شو؟ نصحح الرتب. لذلك ألف أحد العلماء كتابا سماها عليكم بسنتي، ذكر فيه أن هؤلاء الذين ماسكين السلافة كأنها السنة بس فقط شارب ولحية وتقصير ثوب، قال لك أليس من السنة الصبر على الأذى؟ أليس من السنة الصبر على تبليغ الدعوة؟ أليس من السنة الكرم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس من السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي ذوات العدد لا توقد في بيته نار؟ أليس من السنة؟ وهو كان رأس الأمة كلها. هاي مو من السنة، ما بجيبوها شغلة. ليش؟ لأن هاي شغلات صعبة، هاي شغلات بدها عزم، أما شغلات سهلة روح على الحلاق حدد لي وزبط لي أمورها تمام. فإذن هنا يتجلى البر في الأمور، ماذا؟ في الأمور التي تحتاج صبرا وثباتا. أحسنت، شو في هداية من الهدايات اللي ممكن كمان نشوفها؟ تفضل. ليس البر، ليس يعني لا تفيد أنه فقط أنه توجيه قبل المشرق والمغرب، هو بر أن يوجه الإنسان وجهه قبل المشرق والمغرب، ولكن الأعظم من ذلك هي المراتب التي أعدتها شيخ جزاك الله خير، هو أنه الأعمال اللي فيما بعد تنعكس على البر، الأعمال الأخرى التي وردت في الآية، وأهمها آت المال، الذي أتي المال على حبه. لا دقيقة شوي، دقيقة شوي، ليس أهمها آت المال، أهمها آمن بالله. وصلت فكرة، وصلت فكرة. أهم آمن بالله. إذن نحن عندنا ثلاث مظاهر، ثلاث مظاهر. أنا سامحوني باختصر، خلص وقضبت الفكرة منك أني طلب مشان نكسب الوقت تمام يا كرام. الأعمال قالوا هذا البر في ثلاث اتجاهات: بر على مستوى فكري، بر على مستوى عملي،
بر على مستوى أخلاقي، بر على مستوى فكري. شو هي العقيدة؟ اقروا آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، مسألة فكرية، مسألة عقائدية، آمنت بها تمام، قل آمنت بالله ثم شو؟ ثم استقم. دي يجي التطبيق، ما هو، ما هي حقيقة إيمانك؟ آت المال، هنا يأتي البر العملي، آت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ثم بر أخلاقي، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء أولئك الذين صدقوا. لاحظتوا يا كرام؟ إذن يتجلى البر على هذه المستويات الثلاثة، وهذه المستويات الثلاثة ترتيبها مقصود. فدائما ننتبه يا كرام، ننتبه في القرآن الكريم، إذا قدم شيء في القرآن هذا له دلالة، وإذا أخر شيء في القرآن هذا له دلالة. تمام؟ وضحت الفكرة؟ إذن صار عندنا كم فكرة؟ ثلاث أفكار، ثلاث هدايات من هدايات الآية. من عنده هداية رابعة من هدايات الآية؟ أرفع إيدك، بس رفع، بس بدون، أيوة تفضل أبو صديق. بعدما أتى سياق الآية بكلام الله عز وجل في القرآن الكريم بأركان الإيمان، أتى وآت المال على حبه، هنا الصدقة، صدقة البرهان، ذات على الفعل في الصدقة أنها تحبه، برهان على ماذا؟ برهان على الإيمان. أحسنت، ممتاز، أحسنت. إذن هذا ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما أحسنت. لاحظت الهداية الرابعة ما هي يا كرام؟ إذن هذا التطبيق العملي دليل على ماذا؟ دليل على صدق الإيمان. فبتلاقي، بتتذكروا لما قلنا لكم كلمة سيدنا الحسن البصري قال أنه في قوم خرجوا من الدنيا بغير عمل، شو قالوا؟ نحسن الظن بالله، فقال كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ العاجز من أتبع نفسه هواها ثم شو؟ تمنى على الله الأماني. لا، أنت هات أعطيني شو الدليل. هذا هنا آت المال مثال، آت المال مثال، قس عليه أمثلة كثيرة، قضى حوائج الناس، صبر على أذى الناس، اللهم صل على سيدنا محمد، آت العلم، نشر العلم، داوى المرضى، أتقن عمله، الشيء، كل شيء عملي. الآن أنت كل واحد من الحاضرين له مصلحة من المصالح، له مهنة من المهن، هذا تطبيق عملي، مهنتك وعملك دليل على عقيدتك وإيمانك. إذا كنت لا تتقن مهنتك فلا تحدثني عن عقيدة صحيحة وصافية، مع احترامي للجميع، صح ولا مو صح؟ لكن ركزت الآية على نقطة ذكرها أبو صديق جزاه الله خيرا، وآت المال على شو؟ على حبه، على حبه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا شو؟ مما تحبون. امبارح حكينا مع الكرام أنه سيدنا أبو طلحة الأنصاري كان أكثر الأنصار مالا، وكان ماله من النخل. قال كان عنده مزرعة اسمها بيرحاء، هي قبال المسجد النبوي تماما، وفيها ماء عذبة، كان كثيرا ما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب منها. قال فلما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال ذهب أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء، وإني أجعلها في سبيل الله، لأن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شوف، شوف الصحابة شلون كانوا لما يقرأوا القرآن، قرأ القرآن راح طبق، فهم، استوعب، مو والله قريت 20,000 مرة وبحسوا بذرب 20,000 مرة، ذرب أجم حرف، ذرب يساوي مرحبا. تمام يا كرام؟ قال فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم قال له ضعها في الأقربين، فقسمها بين أقاربه وبني عمه. فإذن آت المال على شو؟ على حبه. إذن رغم شدة حبه للمال ورغم شدة حاجته للمال، لكنه ماذا؟ لكنه ينفق. قال حتى حبه، منهم من أعاد الضمير على الله عز وجل فقال على حب الله، ومنهم من أعاده على المال، وللأمانة الأرجح على المال. ليش؟ لأنه عندنا في القاعدة تقول الضمير يعود على أقرب مذكور. لو ما فهمتوها معليش، بس يعني هذه هي القاعدة، الضمير اللي هو الهاء يعود على أقرب مذكور وهو المال. وآت المال على حبه المال. وهناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر
وتأمل الغنى، تخشى الفقر وتأمل الغنى. وليست الصدقة حتى إذا جاء أحدكم الموت قال لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. هسا عفطنت، هسا عفطنت تصدق. أفضل الصدقة إيمات وأنت صحيح شحيح. لذلك هذا برهان على حب الإنسان لله، لأن النفس بطبيعتها تحب التملك وتحب السيطرة، لكن هذا الإنسان. لذلك هنا نأتي أيضا إلى فكرة أخرى، قال الإنسان المؤمن يرى امتلاك المال وظيفة ومسؤولية لا امتياز وتشريف. فهمتوها العبارة هاي ما أجملها؟ الإنسان المؤمن يرى امتلاك المال شو؟ وظيفة ومسؤولية يؤديها في المجتمع، وليست امتياز وتشريف حتى أتكبر به على الناس وأنا من علية القوم وأنت مين وأني مين. مثل ذلك أحد صاحبي الجنتين الذي قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. شو أكثر منك؟ مرحبا، شو يعني؟ ومثل قارون قال إنما أوتيته على علم عندي. أدي لحالك شوية أخي، ليش يجي طاحش بهالدوكة؟ تمام؟ فإذا هذه هداية خامسة. في هداية أخرى أبو محمد؟ شو اتفقنا؟ بعدين أنت قلت هداية، أعطي مجال لغيرك. في هداية أخرى؟ في حد عنده هداية من هدايات الآية؟ تفضل أبو أمجد. أحسنت، جميل. هذا ذكروه، قال إنه هذا فيه إجمال يعني آت المال. طب ليش رجع قال آت الزكاة؟ قال هذا تفصيل بعد إجمال، أو هذا خصوص بعد عموم. يعني معنى ذلك إنه أنت يا مؤمن، أنت يا مسلم، مو بالله أني طلعت زكاتي خالصين، إن في المال حق شو، أو إن في المال لحقا سوى الزكاة. فالإنسان لا يختصر، هي الزكاة مفروضة على الكل، على المسلم اللي إيمانه 50 وعلى المسلم اللي إيمانه 60، لكن المسلم اللي بده يكون يطلب القرب من الله ويطلب الدرجات العلى في الجنة ويطلب الفردوس الأعلى، شو بده يكون عنده؟ بده يكون عنده درجة عالية من فعل الخير، يؤتي المال بزيادة. وقس على ذلك كل أفعال الخير، أنت أحياناً عملك إتقانه هذا، لكن أنت تتقن وزيادة، من أجل ماذا؟ تقرباً من الله عز وجل. أحسنت، ممتاز هذه الفكرة. في هداية سابعة، صار عندنا 6 هدايات يا كرام، ملاحظين أنتم؟ وبعدنا عم نتأمل بالآية، وبعدنا ما حصلناش أقل من نصف الهدايات. تفضل بعدنا. أحسنت، شو معنى هذا الكلام؟ يعني شو معنى هذا الكلام؟ يعني يا مسلم، يا مؤمن، إذا آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وآتيت المال على حبه و و و و ثم غدرته، ثم نقضته، ثم أخللته، هل سيغني هذا عنك؟ لن يغني هذا عنك. فإكمالا لهذا لابد أن تتكامل كل هذه المواصفات في الإنسان. يعني معنى ذلك الشخصية المسلمة شخصية متكاملة، مو هي شغلة واحدة بجيبها. يعني أنت مو بتجيب الصلاة وخلص صورة ولي من أولياء الله الصالحين، في عدة أمور وعدة جوانب يجب أن تأتي بها، في أمور مادية، في أمور عملية، في أمور أخلاقية، في أمور تعاملية، وفي أمور عبادية خاصة. لذلك هؤلاء الذين بس عبوا طج ركعات صلاة وصيام صلاة وصيام صلاة وصيام ثم يفرطون في كل ما عدا ذلك، هل هذا إيمان صحيح؟ الآية تقول لك. هي هداية سابعة، في هداية ثامنة. أبو زاهر تفضل اشرح لنا إياها. وشو؟ البأساء والضراء وحين البأس. يا سلام، في شيء بدك تذكره بعد؟ جميل. إذن من أهم مواصفات الشخصية الإسلامية شو؟ تعرفوا ليش ذكر الصبر؟ شوفوا إمتى ذكر الصبر شيخ جميل. أنا مدرك أنه ما شاء الله محضر مزبوط، بس إحنا شو؟ أنا معك، أنا والله بذكر ليش مشان أختصر الوقت. وفي شغلة مشان تكونوا بالصورة، اللي حكي هداية ما دام واحد عم يرفع ما حكاش راح أطلعه لبين ما نخلص الهدايات. طبعا إحنا مش راح نطول بالمجلس مشان ما حد يفهم، راح نخلص إن شاء الله. بس عرفتوا شلون؟ بس إذا في هداية ما حداش ذكرها وفي واحد عنده هداية إضافية راح نرجع لكم. بس نذكر الصبر، قال أنت بدك تآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤتي المال
وتوفي بعهدك إذا عاهدت، وهذا هذا كله شو بده؟ هذا بده صبر. بدون صبر حظ أوفر في المرة القادمة، ما راح تزبط معك. ليش؟ المتنبي مرة شو قال؟ قال لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. يعني معنى هذا أنه لولا المشقة والصعوبة التي يجدها الناس في مكارم الأفعال والأعمال لكل الناس صاروا سادة، لكن قال لك لا، لكل عمل ثمن. بدك تصير جواد، بدك تكون كريم، بدك تكون مقرب من الله عز وجل بالإنفاق، هذا الجود ماذا سيترتب عليه؟ الجود يفقر. يعني بدل أن تصبح من أصحاب المليارات ربما تبقى من أصحاب الملايين، لكن أنت ماذا؟ أنت أصبحت من أصحاب القرب من الله، فارق. فهذا شو بده؟ بده صبر. بدك توفي بعهدك، إذا عاهدت راح تيجيك فرص وراح تيجيك غدرات تحقق لك ربح مادي، لكن أنت عندك طاعة الله ورضا الله أولى. هذا بده شو؟ بده صبر. إذا أمنت بالله وحده ولم تؤمن بشيء غيره، هذا يحتاج منك إلى ماذا؟ يحتاج منك إلى صبر. ممتاز. من أهم مواصفات الشخصية الإسلامية الصبر، وأيضا الصبر وقود العمل. يعني إحنا عم نتكلم عن أمور شو؟ عن أمور عملية بتقدر أنت تطبق بدون صبر. لذلك هذه الطاعة التي ما زلتم تواظبون عليها بارك الله بكم وثبتكم ووفقكم من حضور هذا المجلس، هذا بدون صبر بيمشي حال؟ بيزبط؟ القيام الذي تقومونه بارك الله بكم بيزبط بدون صبر؟ الإنفاق ما يزبط. فهذه هداية سابعة ولا ثامنة؟ ثامنة. في حد عنده هداية تاسعة؟ كم دقيقة صارنا؟ يلا دقيقتين بس. أبو راهيم، هداية غير ما ذكرها؟ ممتاز، وصلت الفكرة. خلص وصلت وصلت. بهمني هداية. ممتاز. ابدأ بالقريب. قال مرة سألت إحدى الصحابيات النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لي إذا أعطيت أني زكاتي لزوجي، السيدة زينب هي زوجة سيدنا عبد الله بن مسعود، قالت له لي أجر؟ قال لها مو ليش أجر، إليش أجرين. شو هن الأجرين؟ أجر الصدقة وأجر القربة. ممتاز. أجر الصلة. تمام. شو اللي معه مصاري وش نعطيه؟ ده نعطي قرابتنا معه. بس دقيقة، لا لا، جميل جميل هذا المعنى. ترى على فكرة نبهنا، على فكرة مين بكشف الهداية هاي؟ في هداية بالآية. ترى من إيتاء المال على حبه أن تؤتيه للأغنياء من باب صلة الرحم. يعني قرابتي مليونير، إيه غني، أعطيته هدية من باب المحبة، من باب المودة، من باب يعني العلاقات الجيدة. فمو دائما فقط العطاء يكون فقط للفقير لفقره، لحاجته، لمسكنته، ولكن أنت قد تعطي وتبتغي وجه الله عز وجل. قد أعزم أني أولاد عمي وقرايبي وخواتي وكذا، وهم من الأغنياء، يعني أنا يمكن أعزمهم عم نوخية وهم بأكلوا دجاج ببيوتهم، ما في إشكال. آتى المال على حبه ذوي القربة، آتى. وبعدها أتى إيتاء الزكاة. الزكاة فقراء، لكن هنا إيتاء عام. هاي هداية الثامنة، هاي التاسعة. مين بيزيد؟ أو كمان ما ذكر وحين البأس والصادقين وذلك الذي تضرر، يعني عطاء المسلم وضرر كل هذه الأفعال هو شيء أساسي الأفعال كلها. جيد، بس في معنى بكلمة أولئك الذين صدقوا، في معنى لما قال البر من آمن، آتى، تعرفوا شو هي؟ هداية عظيمة جدا. أحسنت أحسنت. قال الإسلام لا يهتم بالفكرة مجردة، الإسلام يهتم بالفكرة مطبقة على أرض الواقع. فما قالك ولكن البر المؤمن بالله والصادق، لكن شو قال لك؟ البر من آمن، البر من آتى، البر الذين صدقوا. إذن فالإسلام لا يهتم بالفكرة، تعطيني فلسفة وتعطيني كلام نظري، أعطيني الفكرة مطبقة على أرض الواقع. فهمتوها هاي؟ فنحن نحتاج الصبر مطبقا على أرض الواقع من خلال الصابرين، نحن نحتاج الصدق مطبقا على أرض الواقع من خلال الصادقين. لذلك السيدة عائشة ماذا قالت؟ كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. لا تحدثني عن الإتقان، نظرية مجردة،
فرجيني الإتقان واقع مطبق من خلال مين؟ من خلال المتقنين. كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. وقال لك أحد المستشرقين مرة ذكر من أهم أسرار نجاح النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولقد نجح محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حين نسخ آلاف المصاحف، قال: ولكنه لم ينسخها بمداد الحبر على الورق، وإنما نسخها بمداد النور على القلوب، فاستنارت تلك القلوب بنور القرآن، فانعكس ذلك النور من القلوب على شو؟ على الأعضاء، فطبقوا ذلك النور فرآهم الناس يتعاملون، يصدقون، يصبرون، يوفون، فاهتدوا بهداه. هكذا انتشر الإسلام، هكذا انتشر النور يا كرام. فالإسلام يهتم بالفكرة مطبقة على أرض الواقع. هذه تقريبا 10 هدايات من هدايات الآية، وأنا ما حضرته الآن عندي بعد 6 هدايات وعشرة 16. أتوقع كل واحد من الحاضر يعني بعد في عندكم هدايات، صح؟ بعد في عندك شغل جميل، مو أبو وليد؟ بعد في عندك، احتفظ به لنفسك، تمام؟ فكم يا كرام نحرم أنفسنا؟ شايفين هاي آية؟ قديش صار لنا عم ندرس فيها؟ شو تخلص؟ والله لو بتظل نهار القيامة تدرس فيها ما تخلص. قديش برأيكم من يقرأ القرآن بهذه الطريقة؟ هو ومن يهذ القرآن هذا كهذ الشعر سواء؟ لأنه هسه أنت بدك تسكر المصحف كمصحف، لكن المصحف صار في قلبك كهداية. بدك تطلع هسه على برا الصابرين والصادقين وآت المال وآمن بالله، صار في شغل. هذا نموذج من النماذج أحببنا إراده، فأسأل الله عز وجل أن يكون فيه من النفع، أن يكون فيه من الخير، وأن يوفقنا إلى تدبر كتابه ثم العمل به، إنه لذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.